لحظة انتظرها السجناء وذوهم منذ سنوات تحققت على أرض الواقع في هذا اليوم. 110 سجناء ينتمون إلى الجماعة الليبية المقاتلة اعتقلوا في تسعينيات القرن الماضي بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وتهديد السلم الاجتماعي. توسطت مؤسسة القذافي الخيرية للإفراج عنهم. الحقيقة هذه خطوة من خطوات الجمعية بعد فك ارتباطها من المؤسسة، واعتقد ان هذه خطوة نحو طريق تسوية كافة الملفات العالقة فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، ويعني كان وفق برنامج زمني كان معد لهذا الغرض، وانا اتصور ان المدة القريبة القادمة ستشهد افراجات كاملة باذن الله تعالى ان شاء الله. اكثر من 300 سجين من هذه الجماعة تم الإفراج عنهم خلال السنوات الأخيرة على 4 دفعات، وحسب مصادر السجن لم يتبقى من أعضائها سوى 30 سجينا يتوقع أن يفرج عنهم قبل نهاية السنة، ضمن برنامج يهدف إلى إعادتهم لأعمالهم وإدماجهم من جديد داخل المجتمع. سعد فرج، ونسأل الله أن يبارك من ساهم في الإشراف على الحوار ومن كان سبب في خروجنا، وعلى رأسهم المهندس سيف الإسلام القذافي وكذلك الدكتور علي وكل من ساهم في هذا البرنامج. لا شك أنها فرحة، ولكنها فرحة فيها شيء من النقص، لأني كنا نتمنى أن يفرج عن جميع بقية الجماعة الإسلامية المقاتلة. تسعى أطراف عديدة هنا لطي ملف الجماعة الليبية المقاتلة لتهتم بعد ذلك بقضايا من يعرفون بسجناء الرأي، وفي انتظار ذلك يبقى الأمل هو عنوان المرحلة الراهنة. الإفراج عن هؤلاء السجناء تم من خلال برنامج حواري معهم أطلق عليه المراجعات الفكرية، شارك فيه مفكرون ودعاة إسلاميون من مختلف الدول العربية، تركز أساسا على تعريف الجهاد ومتى وأين يكون واجبا على المسلم. خالد الديب، الجزيرة، من سجن أبو سليم، طرابلس.